مفاعلات ليمونة يعني من الممكن يكون التهديد هذا سياسيا أكثر من كونه عسكريا حقيقيا. أولا يعني الدرع الإسرائيلي هو درع معروف بقوته، هناك دعم أمريكي لهذا الدرع، من الممكن إسرائيل أن تكون أو ردة الفعل عفوا الإيرانية المنطقية أن تكون على مفاعلات ديمونة. مفاعلات ديمونة إذا ما تعرض للتدمير من الممكن أن تعرض الشرق الأوسط جميعه لخطر الانتشار النووي. هو ليس بالموضوع الهين أو ليس بالموضوع السهل، هناك الكثير من المتضررين فيما لو تعرض مفاعل ديمونة لعمليات لضربة عسكرية مؤثرة إيرانية، من الممكن أن يتعرض إلى ضربة، ولكن من الممكن أن تكون هذه الضربة غير مؤثرة. بالتالي باعتقادي تصعيد الأمور إلى هذه الدرجة أن يقومون بضرب مفاعلات نووية مفاعلات ديمونة وتقوم إيران بضرب مفاعلات نووية في إيران، هذا سيناريو وإذا نقول سوداوي جدا، من الممكن أن يؤدي بالمنطقة إلى كارثة كبيرة. إيران الصواريخ الإيرانية تستطيع أن تصل إلى إسرائيل، ولكن هل تستطيع خرق الدرع الإسرائيلي أو هل يستطيع الدرع الإسرائيلي إيقاف الصواريخ الإيرانية؟ الدرع الإسرائيلي لم يجرب بالكثير من الأيام. الدرع الإسرائيلي الصاروخي في عام 1990 استطاع العراق خرقه بأكثر من 12 صاروخ، استطاع اختراق الدرع الصاروخي الإسرائيلي. وبالتالي هو الدرع لم يجرب ولم ومن الممكن أن لا يكون فعال جدا ضد الأسلحة الإيرانية. من الممكن أن الأسلحة الإيرانية تستطيع خرق هذا الدرع العسكري. هذا الدرع لو كانت هناك تجارب له فهي حدثت بصواريخ كاتيوشا، الصواريخ البسيطه او الصواريخ التي تستخدم في المساحات القصيره نتيجه للاشتباك مع حزب الله ومع المقاومه الفلسطينيه، ولكن لم يجرب الدرع بصواريخ باليستيه بعيده المدى. من الممكن فيما لو حدثت ضربه اسرائيليه ايران فان كل الاحتمالات مفتوحه لإيران. إيران تستطيع الرد في أكثر من مكان، لديها قدرة للوصول لداخل العمق الإسرائيلي عن طريق لبنان، عن طريق سوريا، عن طريق من أكثر من مكان تستطيع الوصول إلى إسرائيل. لديها الصواريخ التي من يعني حسب ما معلن هذه الصواريخ تستطيع ضرب إسرائيل، ولكن هل تستطيع أن تؤثر في الداخل الإسرائيلي أو هل تستطيع أن تصل إلى مفاعلات ديمونة؟ باعتقادي أتمنى أن لا يكون هناك تجربة لهذا الموضوع، ولا أن يحاول أحد بهذا كذا تجربة، لأن هذه الصواريخ أو لو ضربت هكذا مفاعلات من الممكن أن تقوم بإبادة جماعية. يعني إحنا نعرف حادثة تشيرنوبل في أوكرانيا، هو تسريب إشعاعي أو عملية انفجار داخلي بسيط أدى إلى فناء نصف مدينة تقريبا بالكامل. طيب. كيف إذا كان هناك عملية ضرب لمفاعل نووي كبير بحجم ديمون؟ هل